أهلا بكم مشاهدينا في ساعة ثانية نبتدر هذه الجولة بتحليل أبرز الأخبار الواردة عبر شبكة الشروق نت رفقة الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع الشروق نت. أهلا صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدكم. مرحبا بك أستاذ الشيخ. نبدأ معك أول أخبارنا في هذه الجولة. الشيوعي البرنامج الاقتصادي لقحط لا يحقق أهداف الثورة. وجه الحزب الشيوعي السوداني يوم الأربعاء انتقادات حادة للبرنامج الإسعافي الاقتصادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبره لا يتناسب مع أهداف ثورة ديسمبر، خاصة فيما يتعلق باللجوء للمنح والقروض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. وشدد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم المساس بها لصالح أي جهة كانت. استغرب القيادي بالحزب صديق كبلو خلال حديثه في ندوة الأربعاء من عدم اللجوء لزراعة القمح في السودان واعتماد البرنامج الإسعافي الحرية والتغيير على استيراده من الخارج، مشيرا إلى أنها ذات السياسة التي كان ينتهجها نظام المخلوع البشير. وأضاف حاليا مشروعات المستثمر السعودي الراجحي تحقق نحو 37 جوال للفدان، كما أن الدراسات أثبتت أن فدان القمح في الجزيرة يمكن أن يصل إلى نحو 20 جوال. إلى ذلك طالب كبلو حكومة حمدوك بفرض سيطرتها على ذهب جبل عامر باعتباره ثروة قومية خارج سيطرة الحكومة، وتساءل من يملك جبل عامر، قائلا إن إنتاج الذهب بالجبل يصل إلى طن في اليوم، بينما تذهب هذه الإنتاجية مباشرة لأسواق دبي وفرنسا، وطالب الحكومة بإيقاف تصدير المعادن نهائيا لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية. وانتقد كبلو دعوة وزير المالية لتوفير 5 مليارات دولار للحيلولة دون انهيار الاقتصاد المحلي، واصفا ذلك الحديث بأنه غير منطقي، وأضاف بأن تنظيم قطاعي الذهب والبترول سيوفر المبلغ ويزيد، ودعا إلى إدارة قطاع الذهب عبر مؤسسات الحكومة وأن يكون تحت سيطرة الدولة بجانب إنشاء بورصة للذهب للحد من التهريب. يعني كيف تقرأ هذا الخبر اللي فيه كثير جدا من الإشارات؟ أعتقد جزء كبير منها اقتصادي، يعني مع البرنامج الاقتصادي الذي قدمته قوى الحرية والتغيير، أيضا مع الرؤية الاقتصادية للدكتور عبد الله حمدوك. وأنا أفتكر يعني تابعت الضوضاء اللي حصلت من هذا الانتقاد في السوشيال ميديا، وناس قوى الحرية والتغيير غاضبين من الحزب الشيوعي باعتبار انه هو العمود الفقري او من القوى الاساسيه في الشركاء يعني في البتاع. لكن الحزب الشيوعي عبر تاريخه تعود انه يكون جزء من الحكومه وجزء من ناقدها، يعني هكذا، يعني عشان يحافظ على حرارته في الميادين، يعني لانه في كثير جدا مرات من الاشياء في ما بتبين لرجل الشارع العادي او للشخص البرة، في اشكالات كثيره جدا. انت بتفتكر انك انت بتنتقد الحكومه، بتفتكر انه المفروض كانت تعمل كده، لكن لما تجي في نفس المكان بتلقى انه في صعوبات كثيره لوجستيه. الحديث عن الاستقلاليه السودان والدوله المستقله وكذا، نحن لسه بنحنس في العالم عشان ندخل المنظومه الدوليه، عشان ندخل المنظومه الدوليه مش عشان نستقل. والاستقلال اصبح الان في هذا العصر يعني ما في فكرة دولة مستقلة. فكرة غير إيجابية يعني. أي فكرة غير إيجابية، دي فكرة الدول المعزولة وكذا، ما يعني بالذات بالنسبة للشعوب، الشعوب المعزولة الآن تعاني ما تعاني. لكن برضو نؤكد على حديثه عن أنه الدولة ما تكون مستلبة وكذا وكذا، في يعني من ضمن حديثه الإيجابية تكوين بورصة للذهب، ويعني تنظيم انتاج الذهب والبترول، لانه هو ما شرط بتنتجنا الحكومه، في انتاج خاص كثير، لكن انه الدوله تنسق هذه، وما اظن انه الدوله تدخر جهدا في هذا الحكومه، يعني اظنه بيكونوا متحركين في هذا المجال. والحديث حتى عن الزراعه، ما هي الحكومه ما حكومه ابديه، حكومه عندها برنامج الاسعافي اللي وضعته قوى الحريه والتغيير الحزب الشيوعي جزء منها، يفترض تقسم للفتره بتاعت الفتره الانتقاليه 3 سنين ونص، ويعني عنده اولويات يعني. في ذات الجزئيه، على ذكر البرنامج الاسعافي الذي وضعته قوى الان اول فتره او الحكومه الانتقاليه ممثله في السيد دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، تحدث
عن هذه الحكومة أرادت أن استيراد القمح من الخارج بدلا من زراعته في الداخل، وأشار مقارنة بمشروع الراشي وإنتاجه للقمح في السودان. يعني ما المبرر إذا كانت الحكومة الانتقالية الآن لا تريد أن تزرع القمح في السودان وأشارت إلى أنه سوف تعمل على استيراده من الخارج؟ يعني هل لهذا البرنامج القصير ولهذه المدة الزمنية القصيرة أم ماذا؟ هي الحكومة تحدثت قبل أيام عن توفير المدخلات والتجاري وكذا لإنتاج القمح في المساحات التي تنتج فيها أصلا، سواء كان في الشمال أو في الوسط أو كذا، وتحدثت عن 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 زيادة الرقعة بتاعت زراعة القمح. لكن الواقع عندنا هنا في السودان في طلب كثير على الـ على الـ على القمح، في مصانع ما بتشتغل الا بقمح محدد، يعني في صعوبات كثير. انت ما من يعني ما تقدر فنية يعني ما بتقدر كده بجرد قلم انك تقول تزرع، ولا اظن انه هناك يعني ادبار من الحكومه السيد حمدوك عن زراعه القمح، ولا اظن انه المساحات اللي كانت مزروعه بالقمح العام الماضي حتتقلص ان لم تكن حتزيد. لكن نحتاج الى وقت حتى قمحنا يكفينا.